السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا. اخواني، في عندنا 16 راس من غنم النعيم، ما شاء الله تبارك الله، مواصفات جيدة ان شاء الله، موجودة عند اخونا ابو حسن الحديدي في بلدة باتبو. الغنم يا شباب 16 العدد الكلي، 11 منهن عشار وخمسة والدات ما شاء الله تبارك الله، والغنم على اولاد ما شاء الله تبارك الله. والسن يعني ما فيهن ولا وحده هرمه، فيهن ثنايا وفيهن رباعيات وفيهن مثالث، ما فيهن ولا وحده هرمه، يمكن فيهن اثنين او ثلاثه نعجات لكن ما فيهن هرم خالص ما شاء الله تبارك الله. الغنم يا شباب مطلوب بالراس 250 دولار هذا السوم ان شاء الله، وعلى ارض الواقع ان شاء الله، يعني في مراعاه ان شاء الله. للتواصل مع اخونا ابو حسن يا شباب اللي له به المصلحه يتواصل معنا، نعطي رقم اخونا ابو حسن الحديدي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الغنم مكفوله من كل مرض ومن كل عذر وما بها اي شيء يا شباب يعيبها، يعني ما شاء الله شوفت عينكم، غنم محسنه ومن غنم نعيم، فيها شيء طيب ما شاء الله تبارك الله، وان شاء الله تعجب اللي يعتمد على شرائها، ان شاء الله تعجبه على ارض الواقع اكثر من الفيديو. يعني اخونا ابو حسن طبعا ما يعرف يصور، انا هاي عليه ملاحظه، لكن يعني ان شاء الله الامور زينه يعني. الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية. طبعا التصوير لأخونا أبو حسن يعني، والمونتاج من عندي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة يا شباب وتفعيل زر الجرس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الغنم مطافيل يا شباب وطليانها زينة ما شاء الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أخونا عرض للبيع كلها مع بعض نقوى، ما في أي مشكلة ما شاء الله تبارك الله. الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية يا شباب.